يكرمك ويحفظ مصر يحفظ مصر والناس الوطنيه. احنا بنعاني، احنا مش من هنا، من قلق. والعدو رضوان الزيات ومحمد ست هيكل وهم بينتقدوا، قلنا لهم مدونا المترو بالمجهود الذاتي. الناس مستعدين مترو ايه؟ مترو من المرج لغايه الخم، بنعاني معانيه شديده يا فندم. المترو بيعملوا تعديل كده، يعملوا لنا كوبري ويطلعونا. لا لا ثانيه واحده، انت بتتكلم من المرج للمرج الجديده، من المرج الجديده لغايه الخم، والاهالي مستعده. هنعمل استواد ما بين المرج القديم والمرج الجديد، هنعمل استواد بدل ما تتخطى منه، وده بيكلفنا حوالي 300 مليون جنيه تقريبا.